قال لي رجل إنه لا يجوز في أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع، لا يحضرني اسم هذا الكتاب، أن فيه اختلافا، وأن الأرجح في قول العلماء أنه لا يجوز، فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، وهو كذلك، فلا يلبس الشراب أو الخفاف إلا بعد كمال الطهارة، إذا كان يريد المسح، إذا كان يريد المسح عليها فإنه لا يلبسها إلا بعد كمال الطهارة، وذلك من شروط صحة المسح، كقوله صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم هو يتوضأ ليغسلهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وقوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين يدل على أن من شروط صحة المسح أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. أما إذا كان لا يريد المسح عليهما فلا مانع أن يلبس ولو لم يغسل الرجل الأخرى.